روان راح تلي عنكم. أيوة تصبر صبورة صبورة عندها مرارة كبيرة. أيوة تصبر على الناس سبحان الله. تقدر يعني مثلا أنا مثلا أقول لكم بينكم يعني أنا مثلا تعرفون قستات أنا ما أحب كتير أطلع مع بنات. ليش؟ يعني ما أعرف أجوهم فالبنت بسرعة تزعل مني، فهمتوا؟ ومين كمان أشخاص محترمين مرة وكبار في السن، الناس اللي أكبر في السن ما أعرف أتواصل معاهم، أحس إنه كل كلمة غلط، فشو أحس نفسي كده مقيدة. فسبحان الله روان تجلس مع ناس كبار كده في القست، أقسم بالله تتساعد، أدخل ألاقيها والله العظيم وتحكي بطريقة كده طريقة مرة. يعني أنا وروان ترى شخصيتنا غير بعض، بس صديقات مرة والله. أنا وروان مرة صديقات، بس إحنا شخصيتنا بعيدة عن بعض، بعيدة مرة. هي بنت مرة هادية لازم تحط سماعات عشان تسمعيها، وأنا إنسانة بربرية كتير أبربر وأتكلم وأشكي. هي لا، هي كده فجأة تلاقيها كده فركن جالسة تنزل دمعة من عيونها الزجاجية ما شاء الله. أنا البارح شي قلت لها؟ قلت لها هل أنتي والله حمارة؟ قلت لي ليش؟ قلت لها صراحة أنا صار لي 50 سنة وأنا أحط عدسات تمام، وأنتي عندك عيون زرق ما شاء الله زجاجية، عندك مالديف في عيونك، بحر مالديف في عيونك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وتبكي فيهم. قلت لهم قسم بالله لو عندي هذوك العيون أقسم بالله دمعة بفلوس تنزل بفلوس الله العظيم. أنا نزل دمعة توسخ عيوني هذه المالديفية الله العظيم. قلت لها يلطا أنت فاضية تفادي جالسة تبكي؟ قلت لها أنا فرصي أنا لو عندي هذه العيون ما أبكي أبدا، ما أبكي ولا دمعة. ما شاء الله ما شاء الله عليها ما شاء الله. وشو كمان جميلة مرة. أيوة هي جميلة ما عندها حط كده، مسكينة جميلة ما عندها حط الله مسكينة، ويصير معاها دايما عكس اللي هي تبي. هي تبي شيء ويصير معاها كل شيء اللي تبي. السباعي والله من زمان ما حكينا، من زمان. في كثير أصدقاء ترى ما صرنا نحكي، مش متخاصمين بس يعني خلاص كل واحد التهى خلاص كده جاوا الناس. يا بالناس يا بالناس مشى الحياة عاضي. إيجابيات سلطان العنزي، روح برسلي له في السناب قولي لي الله يسعدك أنا بإيجابياتك فبعتها لنا في مروحة. خلاص حكينا جوزيف، حكينا على جوزيف وسبيت لكم في الخاص عشان أنا ناوية أختفي 3 أيام فيسووا دراما، تحطوا موسيقى حزينة وكتبوا هون كلام سيء، الدعاء تقول كلام سيء على صديقها اكتبوا هون الخائنة، هون اكتبوا جوزيف أرقى منك، هون اكتبوا جوزيف خط أحمر. أيوة صمموا شيء موسيقى حزينة أو شيلات انتوا فجروها. أسوي أبي شيء كده فخم الله يسعدكم، واجه لقل أشياء أيوة شيء فخم، قطعوا المقطع كده شيلوا المدح حطوا بس تسفولات أيوة تمام، وخلي الناس تشخط بجيب لكم لايكات. أيوة أيوة حنوش ماني بعرفها خاصة شخصيا ما طلعنا كثير. ميت ما أعرفها شخصيا، مش شخصيا يعني ما أعرفها كثير. عزة قلنا عزة سلطان صديقي، مو سلطان يعني زي سلطان بن عبد اللطيف، سلطان طيب مرة. شوف سلطان وعمار
انه احنا الثلاثه نفس البرج ترى، سرطان سرطان سرطان. ايوه نتفق. اشياءنا اللي نحبها نفس بعض. ايوه ننصح بعض كثير. ايوه ننصح بعض. شو كمان؟ شو كمان؟ سلطان ينصحنا يعني انا وعمار اذا صار لنا مشاكل كثير عظيمه كبيره نروح نشكي على السلطان نقول له شو صار لنا. بتحس السلطان كذا ياخذ الوضعيه حق هذه. ايوه صير قلنا طيب الحياه كذا. لو عنده كلمات انا كثير سرقتها منه كثير كلمات، حتى انا عندي التليفون دقيقه سجلت كلمات يقولها فاسجلها. ايوه نص الكلام والمعاض اللي قلت لكم ترى والله العظيم منه سرقت والله والله جد والله والله. في عندي كثير ها للصمت فن، فاذا كنت فنانا في الصمت اصبحت مبدعا في كلامك. دقيقه والله فيك تخيل هذا كله سرقته للسلطان، كلنا نسرق منه صراحه. تخيل كميه القوه والجمال في البناء حيث يكون اساسه الطوب الذي يقذفوكم به الاخرون. ايوه نسرق منه افكار، نسرق منه كل شيء ونجون نصير نقوله. انا اكثر وحده اسرق منه افكار، مثلا نصير نحكي 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 كثير تمام، وانا بس اسمع اسرق كل الاشياء المفيده، وباخر اللايف لما تصير تسالوني وتاثر احط لكم النصائح اللي قال لنا كلها صراحه. فهو احسه شخص تجلس معاه تاخذ منه معلومات كثيره والله تفيدك في الحياه. ايوه فانا اخذت منه كثير، حتى لما نجلس مع بعض اسجل نوتات دقيقه. ايوه واقول لكم الله يسعدكم، حتى ولدي يلاقي بعد المرات يقول مو هذا الكلام اللي كنت قلت لك، قلت له استر علي الله يسعدك. شو كمان؟ جوزيف يقول عنك ايجابيات فقط. دزي امها انت وجوزيف تمام؟ ارتحتي؟ اسوي شو ما بدي باصدقائي، اقول عليهم شو ما بدي، كيف يموتي انتقار، انتي اخرتك تكبسي وتسوي كومنت، اوكي؟ علاقتي مع اصدقائي في الخاص دزي امها، اوكي؟ يلا.